عزز ميثاق العمل الوطني مكتسبات المرأة البحرينية من خلال إطلاقه عددا من المبادئ والقيم التي تكفل تكافؤ الفرص والعدالة للمرأة، وتؤكد على حقوقها بدءا من الحقوق الأساسية وصولا إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني. ميثاق العمل الوطني الذي جاء بإرادة ملكية سامية وأجمع عليه شعب البحرين حدد الملامح الرئيسة لدور المرأة ووضع اللبنات الأولى التي جعلتها تنطلق إلى فضاءات واسعة من العمل والإنجاز، حيث جاءت مبادئه وقيمه لتعزز من حقوق المرأة البحرينية من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وكفل للمرأة المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما حفزها للإسهام في تنمية مختلف المجالات والقطاعات في مملكة البحرين. كان إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة هو ثمرة من ثمار ميثاق العمل الوطني، حيث أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها. فالبرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس استطاعت أن تساهم في تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية. فالمجلس الأعلى للمرأة سخر جهوده لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وإدماج برامجها في التنمية الوطنية بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وهما أسهم في تمكين المرأة البحرينية ونهضتها وتحقيقها للعديد من المنجزات والمكتسبات المحلية والدولية. المرأة البحرينية كانت دائما حاضرة بمواقفها وطموحها الذي لا ينضب، فالدعم اللامحدود من لدن جلالة الملك المفدى كان وراء تلك المسيرة المضيئة. فالإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية في كافة المجالات وما وصلت إليه اليوم من مناصب قيادية وما اكتسبته من سمعة دولية وعالمية، جميعها لا يمكن أن يتم حصرها في عدة سطور. فجهود سيدة البحرين الأولى كانت هي خريطة طريق لنجاح المرأة وتحقيقها لنجاحات تلو الأخرى. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.